شطة بقى مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. ربنا يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. آمين يا رب، ربنا يسترنا جميعا يا رب، ربنا يسترك ويرزقك يا شيخ أحمد يا رب. افتح علينا جميعا بس قبل ما بالحلال يا رب. صلى وسلم على سيدنا محمد. هو بس قبل ما نبدا يعني ليا تعقيب كده بعد الحمد لله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. انا ليا بس توضيح مهم جدا لازم اذكره. احنا بعد ما خلصنا الحلقه اللي فاتت يعني المعدين بيقولوا لي على مسألة السؤال اللي جاء في الحلقة اللي هو أخت متصلة بتسأل عن أولادها الصغار اللي بيلعبوا بكرة القدم وفي الآخر بيدفعوا ده هيدفع كل واحد 5 جنيه في تأجير الملعب والخاسر هو اللي إيه يشيل الليلة دي كلها. فأنا قلت لها ده خلاص ده لعب عيال وبتاع وما فيش مشكلة. برضو يعني الشيخ أحمد علوي ربنا يبارك فيه نصحني فقال لي أنا قبلت النصيحة يعني، فقال لي بس توضح للناس إن احنا نربيهم برضو على مسألة الحلال وما إلى ذلك. هو بس أنا عاوز أوضح المسألة دي عشان بس الناس ما تفهمش غلط. بص يا أستاذة، احنا عندنا اللعب على البذل مال أو ياخد مقابل المال، واحد بيدفع فريقين فده يدفع 100 جنيه وده 100 جنيه والفايز هو اللي هياخد الفلوس دي كلها. ده حكم الأصل إن ده لا يجوز شرعا، والله عز وجل نهى عن ذلك. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استثنى 3 حاجات، نركز بقى في الحديث عند أبي داود وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق، اللي هو العوض والجائزة دفع المال يعني، إلا في نصل. النصل هو السهام، واخد بال حضرتك؟ اللي هو دلوقتي واحد بيتعلم الرمي لا سبق إلا في نصل أو خف اللي هو البعير أو حافر اللي هو الفرس. خلاص، فالثلاثة دول بس اللي فيهم استثناء. هنا العلماء عليهم رحمة الله قال لك طب هل ينفع القياس؟ يعني هو ليه الثلاثة دول؟ الثلاثة دول بيعدوا قوة بدنية ما شاء الله وبيخلي الإنسان مما ينفعه، في عنده نية كده إن شاء الله إن دعا المنادي والجيش دلوقتي بيقول لي يلا أحمد يلا أنت هتخرج معانا في مش عارف كده أنا يلا مستعد معاكو على طول وبتاع، فكل ده يعين. واخد بال حضرتك؟ صلاح الدين الأيوبي مهم جدا المسألة دي، خاله نور الدين محمود زنكي. فنور الدين محمود زنكي كان لما يجي يلعب كان بيلعب عنده كرة قدم، بتعرف يعني كان بيلعبوا بكره القدم. واحد يقول لي بيلعب كره القدم، حاجه شبيه بكره القدم وبيلعبوا بيه. فبيقولوا انت بتعمل كده ليه؟ قال انا بعود نفسي انا والجنود والخيل كمان عشان ما يتعبش، الخيل يكون نشيط دائما وابدا عشان لما ينادي المنادي يا خيل الله اركبي نكون احنا على طول في اتم استعداد. ومن هنا نقول اولا الاولاد اللي بيلعبوا دول ده لعب اطفال ولا هم الاولاد دول مكلفون؟ يعني لا، ده ما فيش تكليف ولا حاجه، ده اولاد صغار لم يجري عليهم الايه، لم يجري عليهم القلم، بمعنى ان هم لا في ملك بيكتب السيئات ولا اي شيء على الاطلاق، ده لسه لم يجري عليهم القلم. فاحنا اولا نقول يا جماعه ومن لم يجري عليهم القلم فما ينفعش نقول لهم حرام وحلال في المساله دي، ده اولاد بيلعبوا، دي حاجه. الحاجه الثانيه، طب هل ده ينفع لو انا بلعب كوتشينه وبتاع ومش عارف كده او شطرنج وفلوس؟ هقول لك لا، ده حرام شرع، ده لا يجوز اصلا، ما ينفعش. طب كرة القدم بعض العلماء قاس ذلك وقال يا جماعة، شوف بقى حتى لو أنا الكبير يعني قاس ذلك وقال من باب لو أنت عندك النية دي اللي أنا يبقى عندي النشاط وعندي القوة وبقى مستعد وما كده فممكن يقاس على الحديث ده، قالوا ممكن يقاس على هذا الإيه، هذا الحديث ده للكبار والصغيرين ولا حضرتك بتتكلم على الأطفال؟ أنا في الأصل السؤال اللي كان جاي للأطفال، كان جاي للأطفال، الأطفال فلم يجري عليهم القلم يا جماعة. لم يجري عليهم القلم. ثانيا عشان ما حدش يقول ده انت بتوسع المساله وبتفتحها، بنقول لا احنا حددنا كره القدم دي بالذات قياسا على ذلك. أيوة. اللي عاوز يقفل باب القياس في الحته دي يقفلها، انا ما عنديش مشكله خالص فيها خالص، بس لكن يعني القياس لكن مهم عشان تطور العصر يعني. لكن غير كده واحد بقى بيلعب كوتشينه مثلا على فلوس نقول له لا حلال وحرام، كوتشينه بالذات فيها قلق. ما انا بقول له لا ما ينفعش اهو، لا يجوز اصلا يعني. واخد بال حضرتك؟ سواء يعني لا نقول لهم لا اتقوا الله يعني ده مش هينفع اصلا في المساله دي. الالعاب الالكترونيه، واحد مثلا مش عارف بيشتري التذكره مثلا عشان يدخل لعبه عشان لما يفوز بياخد هديه،
طبعا ده كذلك الامر لا يجوز ايه؟ لا يجوز شرعا وهكذا يعني. احنا لكن مساله كره القدم دي بالذات هل يقاس على الحديث ولا لا يقاس على بعض العلماء؟ قال لك اي يقاس على الايه؟ الحديث، وهذا اجتهاد من بعض اهل العلم في هذه المساله. فانا اردت تمام. ان اوضح بس لان قبلت نصيحه مشايخنا يعني. تمام. احنا بقى نرجع لحلقتنا النهارده، واحنا طبعا بنتكلم لسه على علاج الفطور، لسه مكملين طبعا، احنا اتكلمنا في حلقه قبل كده وهنكمل النهارده علاج الفطور في العباده عشان نفكر. شوف يا استاذه، انا من ضمن الاسباب اللي احنا بنعالج على طول، اولا مجالسه الصالحين. مجالسه الصالحين خير، مجالسه الصحبه يعني الصحبه الصالحه، الصاحب ساحب، صح كده؟ الصاحب ساحب، والمرء على دين خليله. شوف الحديث، المرء على دين يعني خليله. ولا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والأحاديث كثيرة جدا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإحنا عندنا إذن إيه ده؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث صلى الله عليه وسلم كان لابد له من أصحاب. وسيدنا ابن مسعود كان في مسند أحمد أن الله اختار نبيه صلى الله عليه وسلم فابتعثه برسالته، وبعدين النبي لازم يكون له أصحاب يعني. فبدأ نظر في قلوب الخلق فلم يجد أفضل من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فاصطفاهم لنبيه صلى الله عليه وسلم فجعلهم وزراء نبيه، فما رأوه حسنا فهو عند الله حسنا، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. فهي المسألة دي، طب الصحبة مش لاقي صحبة صالحة، أحب أقول لك أنا مش لاقي أعلي، انظر. يبقى عندك إدمان، بس إدمان في إدمان النظر في كتب الصالحين، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي عليه رحمة الله عندك، وده ما شاء الله 24 مجلدة يعني، الكتاب ده في الطبعة بتاع الرسالة 24 مجلدة. عندي صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، هتلاقي مجلدين حلوين كده. اقرأ لرجال حول الرسول لسيدنا الشيخ أستاذ خالد محمد خالد، الأستاذ عبد الرحمن رأفت الباشا له كذلك الأمر، كتب الصحابة والتابعين، اقرأ في المسألة دي. الدكتورة عائشة بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن وقابة بنت الشاطئ، لها خاص كتب بالتراجم النساء. أنا أقصد إيه؟ اللي أنت انظر حلية الأولياء مثلا يعني، من الكتب الرائعة جدا. الإنسان لما يبدأ يدمن النظر في قلوب الصالحين فده جند من جنود الله، الله عز وجل يثبت بلا فده. عشان كده أبو حنيفة كان يقول، سيدنا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، أبو حنيفة مات 150 هجرية ومولود 80 هجرية. فشوف يقول إيه بقى أبو حنيفة يعني في العصر الذهبي زي ما احنا بنقول كده، قرون الأولى، ومع ذلك يقول الحكايات عن الصالحين أحب إلي من الفقه. الحكايات أقعد قصص كده، ولذلك القرآن يقول لقد كان في قصصهم إيه؟ عبرة. خلاص، عبرة ليه؟ أبو حنيفة يوضح بقى المسألة دي، يقول الحكايات عن الصالحين أحب إلي من الفقه. ليه يا أبا حنيفة؟ قال لأن الحكايات عن الصالحين هي جند من جنود الله يثبت الله بها الأفئدة. خلاص، لما أجي أقرأ، وده دي تعطي همة بقى وتصلح حال الإنسان، تصلح القلب. ولذلك لما أقرأ مثلا سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، سيد التابعين سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، يقول منذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام مع الإمام. منذ 40 سنة، أنت متخيلة؟ اللي هي تكبيرة الإحرام اللي هي يا أستاذة دعاء، اللي هو أول ما يقول الإمام الله قبل أن يقرأ الفاتحة. لأني لو قرأ الإمام الفاتحة وأنا دخلت قلت يعني، الإمام لو قال الحمد لله رب العالمين كويس، وأنا رحت مكبر، أدركت ولا ما أدركتش؟ لا، أنت لم تدرك تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام قبل أن ينطق، أن يتكلم، أن يقرأ الفاتحة، اللي هو الله أكبر، فأنت معي على طول الله أكبر. تخيلي كم سنة؟ 40 سنة. فالإنسان لما يقرأ كلام يقولوا ليه سعيد بن المسيب قال له 40 سنة ما أدركناه إلا ما للبيت للجامع، والجامع للبيت، ما قالوش حاجة غير كده خالص. ده سعيد بن المسيب عليه رحمة الله. وهكذا لما نشوف مثلا ربيع بن خثيم عليه رحمة الله، أو هيب بن الورد، وهيب بن الورد يقول 50 سنة ما تكلم بكلام الدنيا، وبعدين هو يقول لنا إن استطعت ألا يسبقك أحد إلا الله ففعل. فلما أقرأ في كتب الصالحين والتراجم دي بتخلي الإنسان عنده إيه؟ عنده همة، واخد بال حضرتك؟ اللي هو يبدا يقوم، لانها جند من جنود الله يثبت الله عز وجل بها الايه؟ بها الافئده. سمعت الشيخ احمد امبارح بيتكلم على سيدنا الامام ابو هريره عليه رحمه الله ورضي الله عنه، ان هو كان بيسبح 12,000 تسبيحه في اليوم الليل. فحد يقول لي ده كتير قوي يا لا مش كتير يعني، مش كتير يعني. في سنن ابي داود من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخله في الجنه، هي تقيله عليك سبحان الله العظيم وبحمده؟ لا مش تقيل. انت تعرف اللي انت تقدر تقول 1,000 مرة سبحان الله العظيم وبحمده في قد ايه؟ الوقت بتاعهم قد ايه؟
ما بين 10-15 دقيقة. يعني الساعة بتجيب كده يعني زي ما بيقولوا بميت خالص كده من 4-5000 تسبيحة. فأنت محتاج 3 ساعات. لو تعود بتبقى سهلة وسريعة. طبعًا أنت محتاج 3 ساعات بس عشان تجيب ال 12,000 يا سيدي. فواحد يقول لك هو إحنا فاضيين يعني اللي إحنا نجيب، ما أصل في ناس كده بتقعد إيه تقف برضه كده. هو إحنا فاضيين الوقت اللي إحنا قاعدين ما بنعملش فيه حاجة نملاه بالتسبيح يا أستاذة؟ لا ده أنت فاضي. أنت بتقعد على الموبايل على السوشيال ميديا بتاع 10 ساعات. انت فاضي واحنا كلنا ما احنا يعني ايه في الهوا سوا في المساله دي. لا ويعني هو في نصيحه لموضوع التسبيح انه علشان الواحد يتعود كل وقت هو مهدر يسبح، يعني مثلا رايحه مشوار بالعربيه ولا بمواصله، طول ما انا راكبه يعني لحد ما اوصل لمشواري افضل اسبح. انا قاعده مستنيه في دوري في اي مكان، في اي محل ولا في اي بنك ولا في اي مكان، لسه الدكتور لحد ما يجي عليا الدور افضل اسبح. يعني عندي وقت كتير بيبقى مهدر، ببقى قاعده ما بعملش فيه حاجه، بدل ما اطلع الموبايل لا اقعد اسبح فيه. بيفرق كتير جدا والواحد بيتعود لسانه بيكون سريع. الصلاه بقى على النبي ولا اله الا الله والحاجات الحلوه دي، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والحاجات الحلوه دي احنا اللي محتاجينها سبحان الله. شو انت اتكلمتي صح؟ انا قلت استغفر الله العظيم واتوب اليه 40 مره. ايه رايك؟ حلو قوي. ده مثال عملي. الصحابة بقى بيقولوا كده عن سيدنا النبي، كنا نعد له في المجلس الواحد الاستغفار الكثير. استغفر كتير اللي هو ايه؟ النبي بيعمل ايه؟ قاعد ابو بكر بيتكلم وهو قاعد استغفر الله العظيم اتوب. انا عملتها عملي دلوقتي والله وانا قاعد معاك. عملت 40 مرة. انت قلت الكلمتين دول الدقيقتين عملت 40 مرة. جميل. واخده بال حضرتك وهكذا. فانت بتقولي اللي هو اهدار الوقت، انت ما تضيعش وقت. راكب المواصلات بتعمل ايه؟ فلان بيتكلم وانت بتسمع سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم صلي على حضرتي يا رسول الله، اللهم صلي، يعني وهكذا. كلمة حضرة بمعنى سيدنا يعني عليه الصلاة والسلام وهكذا. وبعدين سبحان الله العظيم وبحمده قل ست نخلة في الجنة. بالله عليكي احنا ضيعنا كم نخلة بقى في الجنة بسبب الأعمال دي. فانت اجتهد على طول في طاعة الله تبارك وتعالى وهكذا. يعني الحاجة التانية اللي هو شوية بقى من اللي أنا آسف في اللفظ ده الفرفشة، يعني 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 يا اخي روح عن قلبك يا اخي، عن نفسك يا اخي، روح العب، العب كره قدم مفيش مشكله، روح اعمل اي حاجه. اللي هو ايه؟ اللي هو عارف سيدنا حنظله لما راح وكده وقابل سيدنا ابو بكر، مالك يا حنظله؟ فيقول له اسكت اسكت يا ابو بكر، ايه نافق حنظله ليه بس كده؟ يعني في ابو كن مع النبي عليه الصلاه والسلام يذكرنا الجنه والنار كان رايا عين، اكننا شايفين الجنه والنار خايفين. نقوم بقى من عند سيدنا النبي نروح البيت، لأن الواد بقى بيتنطط هنا والبيت مش عارف كذا، وبضحك مع زوجتي وبتاعه ومش عارف ايه، وروح للضيعات والارض بتاعتي والتجاره ده نفاق. سيدنا ابو بكر سمع الكلمتين دول خاف كمان على نفسه. قال له ما احنا كده برضه احنا بنحس بنفس الموضوع. راح واخد ايده كده راح داخلين على سيدنا النبي. ايه ده حنظله نافق حنظله يا رسول الله، ايه عملنا كذا وكذا وكذا يا رسول الله. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول انتوا خلي بالكم لو انتوا هتداوموا على الطريقه دي زي ما بتكونوا عندي بالضبط كده، وده ما بيحصلش طبعا لصفحاتكم الملائكه. وبين بقى هتصافحكم فين؟ في طرقكم وعلى فروشكم. امال اعمل ايه يا رسول الله؟ ولكن يا حنظله ساعه وساعه. اللي احنا رحنا واخدينها منها الحته دي بقى ساعه لقلبك وساعه ايه؟ وساعه ساعه لقلبك اللي هو ايه بقى؟ روح عن قلبك. ايوه يعني عيش حياتك الطبيعيه، عيش حياتك بالحلال. أيوة خلاص كده بالحلال، عشان بعد كده يديك دفعه قويه جدا اللي انت تبدا تطيع ربك سبحانه وتبارك وتعالى. ماشي ساعه لقلبك وساعه لربك، بس ساعه قلبك تبقى حلوه يعني. ايوه بالمباح بالحلال. انا بقول بالحلال بالمباح. روح العب القلب ده يعني اجري انت يعني يعمل حاجه غلط؟ لا هو النبي كان بيعمل ايه عليه الصلاه والسلام؟ مش كان بيتسابق مع امنا عائشه رضي الله عنها؟ كان بيسابقها، كانوا بيجروا مع بعض. طب ما تروح تعمل الكلام ده، العب باي حاجه، فكر انت بقى، انا مش هقول لك تعمل ايه وهكذا. واحد بيذاكر الاصل العلماء بيقول لك كده انت ليك كل ساعه الا ربع كده تسكت شويه تهدى عشان تبقى عندك دفعه قويه كده، تقعد 5 دقايق كده تريح، قوم اعمل اي حاجه. قالوا كل ربع ساعه ايه؟ قالوا كل ربع ساعه ياخد بريك. احنا بنختلف كتير في المسائل. ربع ساعه مش هيذاكر. ما هو الجيل الجديد يا دوب عليه ربع ساعه وياخد ربع ساعه بريك. طيب معنا تليفون. علا اهلا وسهلا.